اليوم نقوم بزيارة إلى السجن المحلي لعكاشة رفقة مجموعة من السادة الأساتذة في تخصصات متعددة في الاقتصاد والقانون الخاص والقانون العام، وكذلك مسؤولي الشعاب ومسؤولي المسالك. وتأتي هذه الزيارة تمهيداً للشراكة التي سوف نوقعها نحن كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كذلك اليوم قمنا بوضع واحد الهدية، هدية بسيطة، هي مجموعة من الكتب حوالي 500 عنوان تتضمن أطروحات لإشراف عليها السادة الأساتذة بكلية الحقوق المحمدية، وكذلك كتب للسادة الأساتذة. إذا تم وضعها رهن إشارة النزلاء، لأن هناك مجموعة من النزلاء مسجلون عندنا في كلية الحقوق اللي كيفوق العدد ديالهم ما بين 41 و 50 نزيل. الهدف من هذه الزيارة هي توطيد العلاقة وبين المؤسسة السجنية وكذلك كلية الحقوق المحمدية، وانفتاح الكلية المحمدية على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وكذلك تهدف هذه الزيارة هي الرفع من الحقوق الاجتماعية، لأن النزلاء لهم حسب الدستور المغربي رعاية خاصة حتى تتمكن من تعلمهم وتتبع الدراسة، لأن الهدف من التكوين والتطوير هو تلقين المبادئ المجتمعية حتى يتمكن الطالب النزيل عند خروجه من الإدماج داخل المجتمع. ويأتي كذلك هذه الزيارة هي تفعيلا للمبدأ الدولة الاجتماعية التي نادى بها صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس. نسبة النجاح تعرفون بأن النزيل يعني يكون له الوقت الكافي للدراسة والتحصيل، فنسبة النجاح 100% عندنا في كلية الحقوق المحمدية. تأتي هذه الزيارة من قبل سيد عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة الجامعيين للسجن المحلي عين سبع واحد، بغرض تقديم مجموعة من الكتب في عناوين مختلفة، قصد تزويد مكتبة المؤسسة بهذه المراجع والكتب وأطروحات ووضعها رهن إشارة نزلاء المؤسسة السجنية، خاصة طلبة الجامعيين للتزويد بها في مسارهم التعليمي الأكاديمي، وأيضا باعتمادها كقاعدة مرجعية يستفيدون منها من خلالها في بحوثهم الجامعية. الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تندرج ضمن المجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة لتهيئة هذه الفئة من النزلاء لإعادة إدماجهم، وأيضا تكرس مدى انفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها الخارجي، ومدى أيضا انفتاح المندوبية العامة على مثل هذه المبادرات التي تكرس المعنى الحقيقي لإشراك جميع فعاليات المجتمع المدني في تهيئة السجناء لإعادة إدماجهم. على مستوى عدد النزلاء المسجلين بمختلف الكليات التابعة لجامعة حسن الثاني، أزيد من 70 نزيل طالب، وهم اللي معنيين بهذه المجموعة ديال الكتب اللي جات كمبادرة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. لكن على المستوى الوطني نتحدث عن أزيد من 1200 طالب اللي مسجلين بمختلف الجامعات الوطنية. السيد المندوب العام أيضا تقدم لكم هدية ويشكركم في هذه المبادرة، وبالاسم ديال جميع النزلاء المؤسسة السجنية تنقول لكم شكرا على المبادرة النبيلة ديالكم.